السلام عليكم. نبدا تتدير ليها. السلام عليكم خوتي المغاربه، صافا مزيان بخير؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ تحيه الجاليه المغربيه داخل الوطن وخارج الوطن. مهم اليوم الرسالة ديالي كنوجهها لرئيس الحكومة الملياردير مسيو أخنوش. بغيت اليوم نوجه لك واحد الرسالة اللي هي زوينة زوينة بزاف وغادي تعجبك. بغيتك تهبط لينا هاد الأسعار هادي كما هضرنا البارح، الأسعار بغيناها تنخفض لواحد الدرجة اللي تكون بزاف بزاف تكون ناقصة باش أي واحد ما عندوش يعيش في هاد البلاد هادي. وبغينا تخدم الشباب البطاله اللي مخدامينش حتى هما تعاونهم، راه كيبقاو فيا مساكن والله القزام حتى كيبقاو فيا اقسم بالله. بغيتك تركز لي على الشباب، على الشباب، حيت الشباب دابا راه ما بقوش باغيين يتزوجوا ولا ما بغيناش يتسارى ويدوروا، ما عندهمش مساكن الامكانيات وكيبقاو فيا بزاف بزاف. هذا الميكرو هذا مالو غلايد ماشي بحال ديال البارح. المهم خوتي المغاربه، بغيت مسيو اخنوش يركز لينا على الشباب. اليوم موضوع ديالي هو الشباب، بغينا نسبه البطاله ما تبقاش، بغيناش اي شاب يكون خدام ويتزوج ويدير اسره يكون عنده واحد الصرير اللي هو زوين. يعني راه ماشي انسان كيقرا في الاخر كتلقاه كدور حشومه عاوتاني، والله الا القسم تحشومه حتى التعاويذه. المهم خوتي المغاربه هذه الرساله اليوم اللي ركزت عليها، كنهضر على الشباب، انا بغيت الشباب يخدموا، الشباب يخدموا. وان شاء الله هذه الرساله هذه ان شاء الله غادي يسمعها رئيس الحكومه مسيو اخنوش، وان شاء الله غادي ان شاء الله كيبان لي راه ان شاء الله غادي يكون جديد من القدام، غادي يكون جديد والوضعيه غادي تحسن. غير ما تبقاوش ساخطين خوتي المغاربه، كيبان لي من القدام ان شاء الله الامور غادي تحسن، وانا عندي احساس ان الامور غادي تحسن ان شاء الله. وراني كنبغيكم بزاف ولهلا خطيكم عليا وراني كنموت عليكم. المهم خوتي المغاربه راه عندي واحد القناه سميتها مريم بيوتي ستار، اللي بغى يتفاعل معايا ويدخل معايا يدخل القناه ديالي ودير لها ابوني وتعاون معايا. راني كنبغيكم بزاف بزاف وراني كنموت عليكم، وتحيه لكم كاملين واحد بواحد. علاش الدراري دابا مابقاوش يتزوجوا؟ خويا راه ما خدامش الدري، راه هذا هو السؤال راه طرحتي عليا البارح وجاوبتك. واش انت ديما غتقطر عليا نفس السؤال؟ راه قلت لك السبب الحقيقي اللي كيخلي السيد الدري انه ما كيتزوجش هو انه ما خدامش. بحال دابا انا مثلا كنهضر على راسي، دابا انا شو تبارك الله ما شاء الله حمامه وزويونه ولاطاي والفورما يعني كون كان شي واحد دابا كره تزوج فيه ما عنديش مشكل، ولكن دابا انا ما كنفكرش دابا في الزواج حاليا، وبخا دابا يجوني الخطاب ما غاديش نتزوج. عندك شي سؤال يمكن لك تطرحه عليا؟ انا حاسه براسي فورما وناضيه وزويونه وكنفشاخر براسي وعارفه راسي هرموسا، هرموسا بالسبليونيه هي الزوينه مريم. شي سؤال اخر؟ واخا البنات علاش ولات هما مساكنه مزوجات بس وضحي مزيان. ماشي ما كيسيو ما مزوجاش، كتلقى دابا الدري مسكين ما خدامش وكيبقى يقول البنت صبري عليا صبري عليا عطيني واحد المهله عطيني واحد المهله، حتى كيتزوجوا هذاك الشيء اقدار وصافي. راه الزواج غير قدر، راه شحال من واحد ما كيكونش كيعرف شي وحده وفي الاخر كيتلاقاو وكيتزوجوا. شي سؤال اخر؟ سؤال اخر، هضري لنا شويه على البنات وعلى كذا، علاش البنات كيخليو ولاد بلادهم وتيمشيو عند واحد اوروبي ولا واحد ما عرفتش فين؟ بيني وبينك راه كيمشيو عند واحد اوروبي، راه واحد اوروبي غيتهلا فيهم. انا نجيك من الاخر، انا من راسي وجبد، لا جاني شي واحد قاوري في برا راه غنتزوج به، علاش مالي انا نتزوج في المغرب؟ ما نتزوجش في المغرب حيت المغرب فيها المشاكل. كتلقى انا تزوجت، انا كنت اصلا ديجا ماغي، والمشاكل كتدوزها ما بين العائله ديال الراجل وتا الرجاله ديال دابا، حتى الراجل ديال دابا ما شنو نقول لك، ما هي المراه الحقيقيه ما كيكونش نزاع ما بين العائله، ما كتحاولش تدخل الراجل. عرفتي علاش؟ حيت هذيك اصلا شنو غتبقى تقول امك دارت ليا خوك دار ليا، راه هذيك امو ولدها ولداتو قبال ما تكوني انتيا اصلا. واش فهمتوني؟ هذا الميكرو هذا ما عرفتش ماله. شي سؤال اخر؟ واخا قولي لي علاش علاش البنات كيعجبوهم الكور من الاخر؟ جينا صراحه ما بيني وبينك الكور ماشي ناضيين، نجيك من الاخر المغاربه ناضيين. الكور باردا بالعربيه، اما المغاربه تبارك الله مدايرا. ما كاين محسن من البنت دي بنت بلادها، ولكن غير هو الكاوري كتاخذو حيت كيتهلا فيها، حيت كيوفر لها كل شيء، من ناحيه الفلوس، اما من ناحيه السعاده راه ما كايناش، راه تقدر تعيش معاه من ناحيه الفلوس ولكن راه السعاده راه ما كايناش، كذب عليك الكذاب. واخا نفضل انا نتزوج بواحد يكون مغربي. وكنتي باغا ملياردير؟ لا ملياردير اخويا فين نلقاه دابا؟ بغيتي نلقاه في بوبيله ديال الزبل، فين نلقى الملياردير هذا؟ فين نلقاه؟ قول لي فين غنلقاه؟ لا كان تيشوفني يتصل بيا ما عنديش مشكل. دابا الا جاك شي ملياردير وجاك واحد فقير شنو تعزم؟ ملياردير ياك واحد فقير، نشوف بعد هذا الفقير كي داير ونشوف هذا الملياردير كي داير. يقدر يكون الملياردير كله يكون معاناه عنده المشاكل. بيني وبينك الا تزوجتي بملياردير كتكون الاكثريه اللي كان خدام خدام خدام، وقته ما كيحطوش لك في الدار،
زعما باش تحلم به راه ما تلقاش في الدار، ها الزقاطقة ديالو كيدور حياتك ساعة في النهار شنو هي ساعة، أما الفقير كيبقى حدا المرا حدا الجند ديالها، الله يجعلهم ياكلوا الخبز وأتي كيبقاو بجوج ما عنديش مشكل، وما كاين محسن من السعادة، أما الفلوس راه كيما قلت لك راه ما كدومش والله القسم. كاين اللي كاين شي عيالات اللي ما اللي ما كيعجبهمش الراجل ولا تيكون شي ظروف جنسية عيانة ولا تيكون الراجل ما تيستعداش جنسيا كتطلق منه، شو تقولي لها؟ هي بصراحه الا كان الراجل كما هضرتي دابا انت دابا اش دانا هذا السؤال ديال الجنس راه غادي نقول لك انا نجاوبك على هذا السؤال هذا واخا شويه محرج بالنسبه لي انا ولكن غادي نجاوبك. الراجل اللي كيكون شويه بارد بالعربيه راه خاص المراه كاين اللي كتخونه ولكن حشومه والله حتى حشومه حق لا اله الا الله، انسان تلقيه تلقيه ولكن اخ من الاول ما تزوجيش به، في الاول كانت تقول له حبيبك بيضه راني كنبغيك في الثاني تقتحون ولا حشومه، اما بالنسبه لك الشركه كاين الاطباء الحمد لله راه كلشي موجود. شتي سؤال دابا انت شنو باغا مواصفات هاد الفارس الاحلام ديالك؟ فارس الاحلام ديالي مازال ما لقيتوش. انا بغيت شي فارس الاحلام ديالي بيني وبينك يكون راجل يكون كيدافع على المراه فهمتيني، بغيتو يكون سبع قدامي فهمتيني، حيت انا ما كنبغيش الراجل الشخصيه ديالو تكون ضعيفه، كتعجبني انا الراجل الشخصيه ديالو تكون قويه، يهضر معايا هضره نطيح فهمتيني ما فهمتينيش، حيت الراجل كامل اللي كتخرج فيه المراه عينيه ماشي راجل هذاك، راه نجيك من الاخر كتبقى تعنتت معاه كنت قطاجه معاه في الهضره ماشي راجل، الراجل هو اللي كيشوف في المراه في عينيها كتهبط كواري هذاك هو الراجل الحقيقي، اما الراجل تقطرات معاه في الهضره ماشي رجل هذيك كذب عليك الكذاب. المهم كنهضر على الرجاله ديال دابا، حاولوا عيالاتكم ما تبصروهمش، تكون عندكم الشخصيه تكون عندكم قويه، ما تبقاش تخلي المراه تقطرات معاك في الهضره بزاف كمل. مالا داكشي بلا ما تسولني هذاك السؤال الله يعطيك السلامه فيا من نجاوب عليه حيت السؤال محرج شويه ما كنبغيش نجاوب عليه، كمل عندك شي سؤال. رسالتك للمغاربه؟ رسالتي للمغاربه راني كنهضموت عليكم بزاف بزاف وراني كنحماق عليكم كلكم سواء كنتو داخل الوطن ولا خارج الوطن، وبغينا ان شاء الله دابا انا حنا جبدنا هضره في هضره، اما الرساله ديالنا اللي كانت كانت تكثر على الملياردير مسيو اخنوش، كنا كنهضروا على الشباب، الشباب حنا بغينا نخدموا اخنوش. وبيني وبينك غنبقى نبان في الله اخنوش غيغوت ليا. وشكون اللي قال انا نتزوج باخنوش نيت؟ علاش انا ماشي زوينه من الساروش؟ كمل. واخا اخر كلمه اخر كلمه اخوتي المغاربه راني المهم كاع ما تضحكوا عليا بزاف انا هكا كنضحك، هذا الميكرو هذا مش بحال ديال البارح ياك؟ كبير بزاف طويل ماشي كبير، راني كنموت عليكم راني كنحماق عليكم ولا علاه خديكم عليا وتحيه لكم كاملين واحد بواحد. المهم مازال غنتلاقاو ان شاء الله من القدام غتبقاو تشوفوا غير مريم بيوتي ستار هي اللي غتبقاو تشوفوا في القناه، شكرا بزاف بزاف ولا علاه خديكم كاملين.